شيخ تواصل معايا مشاهداته 72 مليون وحتى الآن ما ظهر له مكاسب المالية، وفي أشخاص ظهرت لهم مكاسب مالية رغم أن مشاهداتهم جدا ضعيفة. أجمل ما في الموضوع إذا نزلت فيديوهات بنفس الاشتراطات اللي طلبوها وضربت المشاهدات في منصة الأضواء لا تشيلهم، بإذن الله راح تحسب لك أرباح حتى لو تأخر هذا الخيار في الظهور. بعد ما تظهر مكاسب مالية وتضغط عليها راح أحولك لهذه الصفحة، تدخل بياناتك بشكل صحيح 100% خاصة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، لأنه راح يوصلك على البريد رسالة، وممكن تدخل بريد غلط او تخطي في رقم او تخطي في شيء وتضطر بعد كذا تراسلهم حتى يعدلون لك البريد، وهذه راح تاخذ منك وقت وتضيع وقتك وتاخر عليك. بعدها راح تظهر هذه الرساله، انتبه تسوي صح على هذا الخيار وانت حسابك شخصي، اغلبكم حساباتهم شخصيه، لا تضغط صح هنا عشان ما تورط نفسك وسوي تقديم. بعد كذا بتظهر لك هذه الرساله انه معلوماتك وصلتنا، واستمر في التنزيل في منصه الاضواء حتى توصلك رساله على الايميل. كذا راح تجيك رسالة فيها رابطين، الرابط الأول لتفعيل حسابك والرابط الثاني تدخل عليه في أي وقت وتسوي تسجيل دخول حتى تتأكد من أرباحك وتحول المبالغ. اضغط على هذا الرابط الأول اللي هو تفعيل الحساب وتدخل الكود، أي كود؟ الكود راح ترجع من جديد إلى سناب شات مكاسب المالية، راح يطلع لك هنا رمز الوصول اسمه، راح يطلع لك هذه الرسالة ورمز الوصول، تنسخ رمز الوصول وتحطه في الخانة اللي راح تطلع لك هنا. أنا عشان حسابي خلاص موثق فما يطلع لي خانة فاضية، لكن أنت المفترض تطلع لك خانة فاضية تحط فيها رمز الوصول وتسوي تأكيد. وبعد ما تعمل التوثيق تكمل بياناتك، الاسم الأول، الاسم الأوسط، الاسم الأخير، تاريخ الميلاد، الجنسية، الأكسس كود هذا هو موجود، الفون نمبر اللي هو رقم الجوال، بعد كذا المنطقة اللي أنت فيها، مثلا منطقة مكة تدخل هنا الشارع اسم الحي، تدخل هنا اسم المدينة جدة مثلا، بعد كذا الرمز البريدي. كذا راح يطلع لك داخل الموقع يقول لك حمل هذه الورقة وتحملها، وبعدين في خيار يقول لك ارجع ارفعها لنا من جديد. طبعا بكل سهولة وبكل بساطة راح تعبيها لأنها بيانات جدا بسيطة وسهلة وكثير يخافوا منها، هذه ورقة الإقرار الضريبي جدا بسيطة وسهلة، وراح ننزل لكم هذه الصورة اللي توضح ايش البيانات اللي المفترض تضعها في ورقة الإقرار الضريبي، حطوها بشكل كامل لأنهم يدققوا عليها. وفي نفس الوقت التوقيع، انتبه توقع عن طريق الجوال، أنا وقعت عن طريق الجوال الإلكتروني، عندي طريقة أوقع فيها كثير يعرفوها، لكن بعد ما رفعت لهم رجعوها من جديد وقالوا لازم تطبع الورقة توقعها بيدك وبعد كده ترجع تسوي الأسكان. هذه طريقة جميلة جدا راح تسهل عليكم موضوع المسح الضوئي، بعد ما تخلص من تعبئة البيانات حقت الإقرار الضريبي كاملة تروح على الملاحظات في جوالك، تروح على مسح مستند ضوئي وترجع في مكان يكون فيه إضاءة بالشكل هذا، أيوة، وتصور، يا سلام شوفوا كيف، وكأننا عملنا سكان لها. الخطوة اللي هي إضافة الحساب البنكي، راح تحط الدولة السعودية وراح تحط العملة الدولار، وبعد كذا تسوي متابعة، بعدها راح تدخل رقم السويفت الخاص بالبنك فيك،